يبدو أن العلاج بالخلايا الجذعية يطرق أبوابا موصدة لأمراض لطالما استعصت على الطب كأمراض العقم عند الرجال. هناك دراسات وتطبيقات مبدئية يعمل عليها فريق طبي أردني في هذا المجال. طبعا سنحاول غدا مناقشة هذا الموضوع في نشرتنا. نتابع الآن التقرير مع عماد العضايلة من هناك من عمان إلى ما توصل إليه هذا العلم. لم يكن العلاج بالخلايا الجذعية بعيدا بحلوله عن أمراض العقم الخاصة بالرجال. عملية ليست بالمعقدة تبدأ بأخذ تلك الخلايا من الرجل وحقنه بها مجددا، عملية لا تزال قيد الدراسات والتطبيق المبدئي بانتظار النتائج. ما تتميز به طريقتنا الجديدة هذه أننا نقوم بزراعة الخلايا الجذعية داخل خصية الرجل، أي أن الخلايا مأخوذة من الرجل وتعود إلى الرجل في نفس اليوم أو في نفس الوقت، ثم تقوم الخلايا الجذعية بتصنيع الحيوانات المنوية داخل خصية الرجل ودون تدخل بشري. الحصول على الخلايا الجذعية تليه عملية الحقن. أكثر من 40 عملية تمت على أيدي الفريق الطبي هنا، تكلل عدد منها بالنجاح بعد حدوث تغييرات في عملية إنتاج الحيوانات المنوية التي كانت صفرا قبل زراعة الخلايا الجذعية. قمنا لحد الآن بإجراء 44 حالة، 22 منهم قمنا باستكشاف الخصيتين لمعرفة النتائج لحد الآن، 7 من هدول ال 22 تم تطور في المراحل تطور الحيوانات المنوية، لم يكن هنالك أي حيوانات منوية قبل ذلك، 4 منهم وجد حيوانات منوية مكتملة النمو. هذا العمل عمل أخلاقي أو في الدرجة الأولى، وفي الدرجة الثانية من لا يستطيع الإنجاب وعدم وجود نطاف في السائل المنوي، ما نقوم به هو مساعدة من الصفر إلى ما هو زيادة عن الصفر، فهذا مكسب. ونتائج الفحوصات الأولية كانت مبشرة. مرحلة مهمة تحققت بعدما بات بإمكان الذكور المصابين بالعقم إنتاج حيوانات منوية، لكن زراعة الخلايا الجذعية لعلاج العقم عملية لا تزال في طور البحث والاختبار إلى أن تكتمل مقولة لكل داء دواء. نواة حياة جديدة تبدأ أولى لحظات نشأتها ما بين أيد طبية، بداياتها تأخذ طريقة ليست بالتقليدية. نشأة إنسان هنا استحال وجوده عند أزواج وأمسى أملا قريب المنال عن طريق زراعة الخلايا الجذعية. عماد العضايلي، NBC عمان. هناك المزيد في هذه النشرة. مهرجان للطرف